صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة. تبدأ صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قدر الروح، أي حوالي 15 دقيقة، وتنتهي بزوال الشمس. والسنة تأخير صلاة عيد الفطر وتعجيل صلاة عيد الأضحى. صلاة العيد ركعتان، الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، الله أكبر، فتتبعها بستة تكبيرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم تقرأ الفاتحة وسورة الأعلى جهرا، ثم الركوع وبعده السجود. الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام للركعة الثانية، الله أكبر، تكبر خمس تكبيرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم تقرأ سورة الفاتحة وسورة الغاشية جهرا، ثم الركوع ثم السجود وبعده التشهد ثم السلام، ولا خطبة بعدها. من سنن عيد الفطر الاغتسال، اللباس الجميل والتطيب، الإفطار بالتمر قبل صلاة العيد، التكبير، ويبدأ من ليلة عيد الفطر وصيغته الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولا تنسى التهنئة بالعيد لذويك وأرحامك وأصدقائك عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله أن يرفع عنا الغمة والبلاء.